أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه محاضرة جديدة نستأنف بها الحديث عن القانون الدولي للبحار. في المحاضرة السابقة لقد تطرقنا لموضوع مهم، ألا وهو المياه الداخلية للدولة الساحلية. تكلمنا في تلك الحلقة عن تعريف المياه الداخلية وعن النظام القانوني الخاص بها، وعرفنا بأن هذه المياه هي المياه المحصورة ما بين اليابس الخاضع للدولة وبين خطوط الأساس التي منها يتم قياس عرض واتساع المناطق البحرية التي تلي المياه الداخلية كالمياه الإقليمية وغيرها. وقلنا بأنها تخضع لسلطان الدولة المطلق، بالتالي فإنه يمتنع على أي سفينة أجنبية أن تدخل هذه المياه بدون الإذن والترخيص المسبقين من قبل الدولة الساحلية. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم ومنطقة بحرية جديدة مهمة، ألا وهي المياه الإقليمية. في المياه الإقليمية سنتطرق لجملة من التساؤلات. أولا، ما هو المقصود بالمياه الإقليمية؟ ثانيا، ما هي اتساع أو ما هو اتساع المنطقة الإقليمية أو المياه الإقليمية؟ ومن أين يتم قياس عرض المياه الإقليمية؟ طبعا هذا سيتطرق سنتطرق من خلال الحديث عن مثل هذا الموضوع لخطوط الأساس أو البيس لاينز، ونعرف إيش هي أنواع البيس لاينز أو the baseline types. وبعد ذلك سنتكلم عن the legal nature of the territorial water أو الطبيعة القانونية لهذه المنطقة، زائد الوضع القانوني للفورين شيبس أو السفن الأجنبية when they are located within the territorial sea، عندما توجد مثل هذه السفن الأجنبية داخل المياه الإقليمية. في البداية، أول نقطة هي تعريف المياه الإقليمية. المياه الإقليمية حقيقة هي أبسط تعريف لها أنها المياه التي تنحصر ما بين خطوط الأساس وبالاتجاه المعاكس للبر، بمعنى أنه هي مياه تأتي ما بعد خطوط الأساس وباتجاه البحر. إذن الفارق الجوهري في التعريف المتعلق بالمياه الإقليمية عن التعريف المتعلق بالمنطقة الداخلية هو أن المياه الداخلية تعرف بأنها مياه تكون من خط الأساس وباتجاه البر، لذلك جاء في تعريفها كلمة landward بمعنى أنه من خط الأساس وبالاتجاه الذي يذهب نحو يابس الدولة. في حين تعريف المياه الإقليمية إذا تطرقنا إليه وفق الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 82، سنجد بأنها تشتمل على كلمة the baselines and seaward، يعني المياه الموجودة من خط الأساس وباتجاه البحر. كلمة seaward معناتها باتجاه البحر. المياه التي تكون الأكثر قربا من خط الأساس ثم باتجاه البحر تدعى المياه الإقليمية، يعني هي عبارة عن حزام بحري ملاصق لشواطئ الدولة الساحلية ويمتد ما بعد خطوط الأساس. أما بالنسبة لمقياسها فيتم قياسها من خطوط الأساس، والتي ستظهر أمامكم في هذه الشاشة. في هذا المشهد يتضح لدينا بأن هناك خط أساس الذي رسمناه في الحلقة الأولى. خط الأساس الأسود العريض هذا المكتوب عليه baseline، منه يتم عد مسافة معينة باتجاه البحر يطلق عليها اسم المياه الإقليمية. وفق هذا الشكل المطروح أمامكم لدينا الحرف A أو المنطقة A، هذه المنطقة ترمز إلى المياه الإقليمية. أما المنطقة التي تأتي ما قبل خط الأساس حتى شواطئ الدولة الساحلية فتدعى بالمياه الداخلية. إذا وفق هذا الشكل فإن المياه الإقليمية هي المنطقة A، والتي جاءت ما بين حاجة اسمها خط الأساس، والمنطقة B اللي هي تعتبر منطقة بحرية أخرى سنتطرق الحديث عنها فيما بعد، تسمى المنطقة المتاخمة أو المياه المجاورة. لذلك ممكن نحط تعريف آخر للمياه الإقليمية بأنها المياه
محصورة ما بين خط الأساس والمنطقة المجاورة أو المياه المتاخمة أو المياه الملاصقة أو المياه المجاورة، سميها ما شئت. إذن هذا بالنسبة للحديث عن تعريف المياه الإقليمية. ما هو اتساع المياه الإقليمية؟ قلنا قبل ذلك أن موضوع اتساع المياه الإقليمية كان موضوعا قد أثار جدل بين كثير من الدول، حتى أنه كان السبب في فشل مشروع اتفاق عام 1924 عندما عرض على مؤتمر لاهاي 1930. وقلنا بأنه لم توفق اتفاقيات جنيف عام 1958 في الوصول إلى مسافة معينة اتفقت عليها الدول بخصوص المياه الإقليمية. لذلك نقول بأن بعض الدول كانت تنادي بمعيار الكانونشوت. كانونشوت معناتها قذيفة مدفع ثبت على الشاطئ، أينما وصلت تلك القذيفة يكون للدولة هذه المياه التي قطعتها قذيفة المدفع المثبت على شواطئها. هذا المعيار لم يكن معيارا موفقا لأنه لن يحقق العدالة في توزيع المياه ما بين الدول. ثم بعد ذلك قيل بثلاثة أميال، بعض الدول أخذت بفكرة ست أميال، بعض الدول كأمريكا اللاتينية كانت تنادي ب200 ميل من خط الأساس، لكن في النهاية تم التوصل عام 1982 في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلى عرض واتساع 12 ميل مقيسة من خط الأساس. لذلك يمكن القول بأنه قياس المياه الإقليمية هو 12 ميل من خط الأساس الذي تكلمنا عنه قبل قليل. السؤال هنا، ما المقصود بخطوط الأساس؟ خطوط الأساس هي عبارة عن خطوط وهمية تمثل الحد الأدنى للجزر على شواطئ الدولة الساحلية. نحن نعلم بأن ظاهرة البحر أو البحر بشكل عام يعني في ظاهرتين متناقضتين، فيه ظاهرة المد للمياه وظاهرة الجزر. الجزر لا يتعلق بكمية المياه البسيطة التي نراها بالعين المجردة على الساحل، يعني بالمصطلح الدارج شوية المياه التي تكون على الشاطئ اللي بتشوفها في العين رايحة جاية، مد وجزر. ظاهرة المد والجزر يمكن أن نراها من خلال طائرة عندما نكون فوق البحر. ظاهرة المد بتبين الأمواج من مناطق بعيدة في البحر، ثم ظاهرة الجزر عندما يعود البحر يرجع حتى مناطق بعيدة في البحر، فبنشوف الأمواج تسري باتجاه عكسي، يعني أمواج بيضاء سرت بالاتجاه العكسي. الحد الأدنى الذي تصل إليه تلك الأمواج وهي تسير بشكل منعكس يشكل خطا وهميا يدعى بخط الأساس. لذلك بعض الناس يقولون بأن خط الأساس هو الخط الممثل للحد الأدنى للجزر، وين الجزر بيوصل تبع البحر لآخر حد بيرسم خط مع وهمي يدعى بخط الأساس. طبعا هذا الخط هو خط وهمي، وذلك لأنه معروف فقط على الخرائط الجغرافية، ولكن لا يوجد على أرض الواقع أي خطوط تكون مرسومة حقيقة لتعبر عن وجود خط الأساس، وبالتالي منه وباتجاه الساحل تكون المياه الداخلية منه أصعد يكون في عندي مياه إقليمية. إذن متفقين على أن خط الأساس تعريفه هو الحد الأدنى الذي يصل إليه الجزر أو ظاهرة الجزر على الشاطئ، وغالبا هذا الخط الأساس بيأخذ الاتجاه العام للساحل فلا ينحرف عنه. ففي الشكل، نعود إلى الشكل الذي تطرقنا إليه قبل قليل، هذا الشكل الذي يظهر أمامكم الآن الذي فيه الخط الأساس هو الخط الأسود العريض هذا الذي تأتي وراءه منطقة A و B و C إلى آخره. هذا الخط الذي يسمى بالإنجليزية baseline أو خط الأساس، نلاحظ بأنه اتجاهه يأخذ نفس الاتجاه العام للساحل، فكما أن الساحل موجود متعرج نفس التعرج يأخذه خط الأساس الموجود أمامنا. إذن هذا بالنسبة لخط الأساس. خطوط الأساس حقيقة خطوط متنوعة، يوجد ثلاث أنواع من خطوط الأساس، سأتحدث الآن عن نوعين منها وسأخصص حلقة أخرى للحديث عن النوع الثالث باعتباره مرتبط بموضوع آخر.